رؤيتك للبريمير ليج وخاصة هذا يعني هذه الجولة، ليفربول بيقدم، رجعنا تاني يمكن السنة اللي فاتت بشكل أكتر من رائع، بيفوز على فريق كبير نيوكاسل الحصان صح. الأسود في البريمير ليج السنة دي نيوكاسل. شفت المباراة ازاي وشفت عودة ليفربول للشكل الأصلي ازاي؟ يعني انا شفت ان هو الاعتماد يعني بدأت قصة صلاح جاكبو نونيز دي، يعني الضلع اللي كان واقع قوي وحاسس ان في فرق كبير هو كان نونيز. يعني نونيز كان تحس ان الفرقة كلها ناقصة واحد فعلا، بس بدأ نونيز واحدة واحدة يخش بالذات انا لما شفت الحته يعني انه يعني ايجر تو ليرن، يعني هو عايز يتعلم بشكل واضح، وتسابه خالص من قصه انا جيت بكام وجيب بدل مين، لان خلاص النادي بقى العاشر على الدوري في وقت من صحيح. الاوقات كان العاشر. فكله يعني احيانا لما توصل لقاع المستوى تحس ان انت تحررت من الضغوط يا كابتن. فهو اللي حصل ده مع نونيز متهيألي، ومحمد صلاح كان له دور كبير جدا انه حتى في الملعب الاتيتيود بتاع صلاح لما كان مانيه او كان فيرمينو ما يباصلوش او حاجه، كنت تحس صلاح احيانا بيتنرفز، والعكس لان لعبة الثلاثه لعيبه كبار مع نونيز هو يعني محتضنه. طب هاخدك من ديت، ايه رايك في اختيار ساديو ماني لما اتسال مين افضل مهاجم لعب معاه؟ قال اوريجي ديك انا اوريجي. مش عارف هو كان بيهزر، انا ما اعرفش هو دماغه يعني، بس هو يمكن علشان هو مهاجم رقم 9، بس هو برضه مثير للتساؤل. يعني الاختيار يعني غريب جدا لان هو حتى ساديو ماني هو برضه ساديو ماني في حياته ما لعبش مع سترايكرز جامدين كتير، دي من الحاجات الغريبه في مسيرته ان هو ما لعبش مع مهاجمين رقم 9 معظم وقته. بس انا الاختيار الاصل يعني لو كنت بقول انه بيدور على سترايكر كان قال فيرمينو اللي هو 9، يعني يا عم لو انت عايز تستبعد صلاح صح. بصفته وينج ما تقولهاش، كنت تقول فيرمينو. فهو اختيار اوريجي اللي هو دكه في الدكه، فيدل لك برضه ان ساديو ماني بغض النظر عن اي حاجه هو راح بايرن بس دماغه لسه مع دماغه لسه ليفربول، مع يعني دماغه لسه في ايوه بالظبط. بيبصوا لبعض ولا لسه، يعني بيقول هو هناك ما بيبص لهم ولا ما بيبصلهمش. ف طيب احمد، انطلاقه كانت مباراه نيوكاسل ولا ايفرتون لا كمان؟ ايفرتون قبلها، ايفرتون ايفرتون كان المباراه كبيره جدا جدا، واحيانا برضو يعني هو الديربي ديربي نظيف دايما وما فيهوش اي مشاكل دايما بين ليفربول وايفرتون، حتى العداء تحس عداء شيك جدا بين ايوه الاثنين في الميرسي سايد، ولكن دايما مباريات الديربي اللي من الحجم ده تدخلك المود، تدخلك الاجواء. خصوصا انا بقول برضو ان صلاح ليه دور كبير جدا في العوده دي، مش بس بالجون بتاع ايفرتون، مش بس بمستواه في ماتش ايفرتون وماتش نيوكاسل بعديه الاسيست الجميل اللي عمله، مش بس كل ده، صلاح دلوقتي هو اللي كله متشعبط فيه. فهو لما بيرجع كله بيتاكد ان ليفربول يقدر يبقى كلاس ايه، يقدر يبقى البوتنشال بتاعه عالي، لان احنا عندنا صلاح اللي كل لعيبه الباقيين جمال وكل حاجه، بس هو مين اللعيب الكلاس ايه في كل دول دلوقتي؟ وده صلاح، وده يدعونا يعني الفخر الشديد بالراجل طبعا. ده. يعني انا كنت قلت قبل كده انه ده اسوأ موسم لصلاح، واللي الناس بتقول له انت سيء جدا، والراجل ده جايب مساهم في 27 جون من 29 ماتش حتى الان في جميع في جميع جميع المسابقات المسابقات، وهو هداف دوري ابطال اوروبا. فانت بتتكلم في ليجند بمعنى كلمه ليجند، ولما نتكلم عن صلاح ونخضع تجربته دلوقتي للتقييم، انت بتشوف فعلا ليجند. انا فهمتها جدا لما الفرقه كلها بدات ترجع لمجرد ان الراجل ده جاب جون. دي الحاجات اللي كنا بنشوفها مع ميسي في برشلونه، دي الحاجات اللي كنا بنشوفها مع كريستيانو في ريال مدريد، مع زيدان في ريال مدريد، مع رونالدو الظاهره في انتر. يعني ده الليفل اللي بدا فعلا محمد صلاح يروح له. صحيح. يعني لما هنفتكر محمد صلاح بعد عمر طويل ان شاء الله، بعد ما يبطل ولا حاجه كمان 5 6 سنين 10 سنين وقت ما هو يحب، هنفتكر الليفل ده، هنفتكر الليجندري بتاعته، لانه الراجل ده فعلا 6 سنين ولا 5 6 سنين دلوقتي في ليفربول بيعمل كل حاجه، لدرجه ان لما بيجيب بيصنع بيساهم في 27 جون من 29، ناس بتقول له انت فين مستواك، فين ال 44 جون وفين ال 35 جون. فدي النقطه الصحوه كانت في ماتش ايفرتون، الاكتمال لما تكسب نيوكاسل بره ملعبك وهو تجربه هايله جدا نيوكاسل السنه دي، وبينافس على مقعد مؤهل للشامبيونز ليج، ده بيدي بقى ادفانتج ليفربول انه يفكر في مربع الذهبي اعتقد دلوقتي. دي كمان الهزيمه الثانيه الثانيه لنيوكاسل في الموسم نيوكاسل، كله وكانت الاولى كمان على يد على يد ليفربول. ليفربول فيعني شايف هل قادر على العوده للمنافسه على يعني المراكز المؤهله للبطولات الاوروبيه، ولا الدنيا بالنسبه له بقت صعبه؟ ليفربول لسه قدامنا فتره يعني، لكن استمراريه في النجاح، والنجاح ده ممكن يوصله انه يكون متواجد مثلا في دوري الابطال السنه الجايه، ولا الامور بقت هو صعبه؟ عنده مقعد هينافس عليه اللي هو المركز الرابع، خلاص الرابع متهيألي. انا بعد كده لا، يعني انا بشوف كل شيء بعدين بعيد. مانشستر يونايتد لما لا وصل طبعا لنقطه 49 خلاص، لو كان مانشستر يونايتد ما كسبش الماتش اللي فات دوت او ما خدش الصحوه دي، بس انا متخيل خلاص ان ارسنال مانشستر سيتي مانشستر يونايتد ادي ترتيب الثلاثه في الدوري الانجليزي السنه دي، ولكن ليفربول يقدر ينافس على المركز الرابع، وهيجي من بعيد زي ما جه من بعيد موسم
اللي هو 18 19 تاني أيوة. موسم لصلاح كان بعيد برضو وعرف ياخد المركز الرابع في الاخر، حتى ساعتها واخد تشامبيونز ليج فشالت بعضها، يعني شالت بعضها لما اخوه خد تشامبيونز ليج وطلع رابع بريمير ليج، فشالت بعضها الموسم اتظبط كده بالنسبه لليفربول. دلوقتي ليفربول عنده فرصه ان هو يكمل تشامبيونز ليج بماتش شديد الاهميه قدام ريال مدريد، ماتشين مهمين جدا طبعا.